كان لا هاد الناس حاسدين البلاد ديالنا وما نديروش فيهم الثقه، ديما نكونوا حاضرين معاهم لان غدارين، وحنا عاشرناهم في المدينه القديمه في الخمسينات وفي الربعينات وعرفناهم اش كيسواو. هادوك كنا كنسميهم دوزيام فرانشيز، لكن معروفين ما عند بابهم لا اصل لا مفصل. دونك خليهم، ما عرفتش هذيك المثال اللي تيقولوا ديال الكلاب كتنبح والقافله غادي، حنا غاديين بهم ولا بلا بهم، فهمتي. وثانيا هاد البلاد كما قلت لك فيها الشرفه، كاين البركه ديالهم والشوكه ديال الشرفه واعره. كاين اللي كيتقاص بلا ما يعرف، لا ما تقيسيه لا ما تضربيه ما والو، حتى تجي الضربه من عنده. وهادوك في القريب العاجل غادي تفرقعوا لداخل في بلادهم غير بيناتهم، ما غادي يقيسهم لا المغرب لا الجيش لا والو، غير بوحدهم غادي يطردقوا بجاه الله. اللي هذا الشيء دار لنا محمد السادس راه شيء غريب بزاف. هنانا من هاد الصداعات وخنانا من هاد الانقلابات وهنانا من كل شيء، الله يخليه لينا والله ينصرو. ما درنا مع موالو، حنا ديما مادين من يدهم، الملك ديالنا ديما مادي يدو، أي مناسبة عندنا واحد يصيفط ليه، بحال دابا المناسبة ديال المرض ها هو مريض تاو يعلم والله يشافيه، يصيفط ليه تيطلب الله بالشفاء وكل شيء. ولكن أنا ماشي شعب، أنا شعب، هما كاين واحد فئة كالأخطبوط سد الجزائر، فيها العساقرية، فيها المقربون للرؤساء، فيها الحزب ديالهم هذاك الحزب اللي تقول الوطني، والحزب هذا هما ناس شادين حكم مسيطرين عليه ومخلين الشعب، هما كون داروا استفتاء الشعب كله، واش حنا الشعبين بينهم واش بينهم وبين الشعب. والمغرب كان تيتعيش مع دوك الجزائريين، تيجيو هما تيتعيشوا معنا، تيديو حويجات مزيانين من الجوج داك حوايج الخاص وهذا، وعندهم اختيار، تيديو الخطره، تديو كل شيء. هذاك الشيء ما بغاوش، هما بغاو هذيك الحق ديالهم بغا يركبوه في هذوك الناس، ولكن راه ما تيتركبش.